قال: باب ما جاء في قول الله تعالى، وهنا ذكر صفتين، وهاتان الصفتان لا يتصف بهما أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة والتوحيد، عشان كذا أورد شنو في كتاب التوحيد، فيورد ما يصح به التوحيد وما يكمل به، ويورد ما ينقض التوحيد وما يقدح فيه وإن لم يكن ناقضا له، يعني يقدح فيه يخالف صفات أهل التوحيد وإن لم يكن هذا الفعل ينقض التوحيد بالكلية، لكنه يقدح فيه أو ينقص من توحيد العبد من إيمانه. باب ما جاء في قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طيب، قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم كابن كثير رحمه الله تعالى، وقال في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا ما أورده المصنف في الباب، ثم ذكر بعض المسائل. وهنا صفتان: الأولى الأمن من مكر الله. معنى مكر الله أي تدبير الله للعبد العذاب، يدبر الله له العذاب. والمكر أصلا في اللغة هو التدبير في الخفاء، المكر في اللغة هو التدبير في الخفاء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يدبروا في الخفاء. دول تلقى قدامك يضحك كويس، وهو شنو تحت؟ بيحفر لك، مع شوية بتقع بالقيف الرب تقع ويقعد يضحك عليك. والمكر يأتي في المقابلة، مكر الله للعبد يأتي في المقابلة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا ومكرنا مكرا، فهم يمكرون ويمكر الله تعالى بهم. ولا شك أن مكر الله أعظم من مكر العبد. والعبد إن كان مؤمنا مستقيما صادقا فإن الله لا يمكر به، ولكنه يمكر بمن يستحق المكر، وهذه صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. طيب، من مكر الله أن يفعل العبد المعصية فيفتح الله له من أمر الدنيا فيظن أن الله يحبه، مع أن الله شنو يريد به العذاب، لأنه يستحق هذا الأمر. شكر رب العزة والجلال قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من النعم. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله فيما نقل عنه شيخ عبد الرحمن بن حسن في هذا الباب: من أنعم الله عليه بنعمة فرأى فيها الخير فلا رأي له، فما عنده رأي. يعني أنعم الله عليك بهذه النعم وأنت ترى فيها الخير فقط وتأمن مكر الله، مع أنك مقيم على معصية الله. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند إمام أحمد من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة، وده من أخوف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شكيب تلقاه في مختصر الكبائر في آخر الكتاب،
قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السلسلة الصحيحة للألباني: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. يعني زول بيعصي الله والله فاتح عليه. قال ثم تلا هذه الآيات من سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون. قال الماوردي رحمه الله: مبلسون أي نادمون متحسرون يائسون من رحمة الله، ومن ذلك سمي الشيطان إبليسا ليأسه من رحمة الله أنه ملعون مطرود. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. زول يا جماعة ما يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله مهما فعل من الخير، يكون حاله كحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده ثاني أفضل الأمة، يعني هو بعد أبي بكر، مع أنه أسلم بعد 40 رجلا من المسلمين الصحابة، وبعد ده أفضل من 40 إلا أبا بكر، إلا أفضل من الجميع، وبعد ده في الموت يبكي. قال عبد الله بن الزبير: دخلت عليه وقد طعنه ابن ملجم وقد طعنه أبو لؤلؤ المجوسي 13 وطعن 13 رجلا وكان فيهم عمر رضي الله عنه. قال: وطعنه بخنجر له لسانان طعن. وفي الصلاة قال: فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر: من الطاعن؟ قال ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، والله إن إسلامك لعز وإن ولايتك لعدل، وإن الناس في الخارج يعني في الدار خارج الدار يبكون عليك يفدونك بآبائهم وأمهاتهم. قال عبد الله بن الزبير: فقال عمر لابن عباس: أتشهد بهذا أمام الله؟ قال: فتلكأ ابن عباس فقال: علي والله نشهد أمام الله. قال: فأعطي لبنا فشرب فخرج من الجرح فعلم أنه ميت. قال عبد الله بن الزبير: فقال لعبد الله بن عمر: يا بني ضع وجهي على التراب لعل الله يرى عمر، يا ليتني كنت ورقة تعضد، يا ويل عمر وأم عمر إن لم يتجاوز الله عنه. وده من العشر المبشرين شنو؟ بالجنة. الزول ما يأمن مكر الله وإنما يكون خائفا، ولذلك السلف كانوا يقولون: المؤمن يرى الذنب الصغير كأنه جبل ساقط عليه، أنه جبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق يرى الذنب ولو كان كبيرا كأنه ذبابة يقول لها هكذا، لأن المؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى مهما فعل من الطاعات. وده مقياس تخده عندك، قدر ما تخاف تخاف انت دي علامة خير، قدر ما تطمئن تقول أنا عبادتي تمام وأي شيء كويس وتكون كذا وكذا وكذا، انت عارف انه دي علامة شر. قدر ما تخاف، لأنه يا جماعة كثير من الناس قايلين الإخلاص مربوط بالراحة، يقول لك أنا والله دار أصلي أو دار أعمل نصيحة لكن قدام الناس زي ما برتاح كذي، بحس إني زي المرائي. هو ده الإخلاص ذاته، كونه أنت ما ترتاح ده الإخلاص ذاته. يقول لك أنا والله في حاجات كثيرة ما مرتاح فيها، بنعمل لكن ما عارفين مخلصين ولا ما مخلصين، وأنا خايف، ده الإخلاص ذاته. شكلي ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا ويخاف على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. الزول يخاف ولا يأتيه الأمن إلا إذا لقي ربه سبحانه وتعالى فأكرمه. شكلي لا يجمع الله لعبد خوفين
ولا أمنين، إن خوفه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا خوفه شنو؟ في الآخرة. لكن الإنسان يفرق فيخاف ولكنه يفرح بالطاعة. فرق بين إنك تفرح وبين إنك تعجب وتأمن. أنت بتفرح إنك عملت طاعة، لما زول يكون مكروب وأنت تديه قروش وتبقى سبب تحيل كربته دي، أنت بتفرح إنك عملت خير بترجو الله يرحمك به. ده ما بناقض الخوف من الله ولا بناقض الإخلاص، لكن لا تعجب به، تقول خلاص أنا بعد دربي مرق وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لا، وإنما تواصل إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية، الأولى من سورة الأعراف والثانية من سورة الحجر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما أنك تخاف من الله ولا تأمن مكر الله فالواجب عليك أيضا أن ترجو رحمة الله وأن لا تقنط من رحمة الله. الزول يا جماعة لو قرأ الآيات في الخوف وفي عذاب الله وفي غضب الله وفي بطش الله قلبه بتملي ذعر وخوف، لأنه عبد الرحمن بن قاسم عرف الخوف بأنه ذعر في القلب. والزول إذا قرأ الآيات في الرجاء وفي الرحمة والأحاديث فإن قلبه يمتلئ رجاء وحبا لله سبحانه وتعالى، بيرجو رحمة الله مهما فعل من الذنوب والمعاصي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم يقول الله أرحم بعبده، وفي لفظ بعبادي، من هذه بولدها. الله أرحم بك من رحمة الوالدة بالولد بك، من رحمة والدتك بك، ومن الوالدة بولدها. عشان كده سفيان الثوري قال والله ما أرجو أن يحاسبني يوم القيامة أبي ولا أمي، فرحمة الله أعظم، لأنه الله أرحم بك سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآيات وجاءت الأحاديث كقول الله تعالى في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وكقوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الزول يا جماعة ما دام روحه دي في جسده ما يأس من رحمة الله مهما فعل، لو وقع في الفواحش، لو أكل الحرام، لو قتل، لو فعل ما فعل، فإنه ما دام حيا فإن باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا إذا غرغرت الروح أو خرجت الشمس من مغربها. أنت الآن في فرصة، وزول يا جماعة لما يموت ما يتوب وما يحسن الظن بالله ده ما فيه خير، لأنه ده باب كما بين المشرق والمغرب. حصل الزول ده لاب في وين؟ إذا ده بين المشرق والمغرب وما خشي فيه تداري مش وين ذاته، والباب ده ساهل. التوبة لا يجب فيها البكاء، ما واجب، ولا يجب فيها أن تنفق ما تنفق من الأموال، ولا يجب فيها السفر، ولا يجب ولا يجب، إلا لبعض الناس سارق واجب يرجع قروشه، ده في بلد كفر واجب يسافر كذا. لكن بالعموم ثلاثة أشياء، زول يقلع عن الذنب، بيحضر في مسلسل يوقفه طوالي، بيشرب سجائر يدعو طوالي، بيأخر الصلاة طوالي يصلي في وقتها، وهكذا يقلع من الذنب ويندم، يندم منه فعل الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه بس، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. القنوط من رحمة الله، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن القنوط الاستئياس أو اليأس من الفرج ومن المغفرة، يعني في أمر الدنيا ييأس من الفرج، ده قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو ييأس من المغفرة في أمر الآخرة، يقول الله ما بيغفر لي، ودي من الكبائر، لذلك عدها أهل العلم كالذهبي رحمه الله من الكبائر.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الولي يتولى شؤون العباد، والحميد المتصف بالمحامد سبحانه وتعالى. طيب، في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الكبائر، الشرك بالله هو أعظم الكبائر، تعلق حجبات، تنادي غير الله يا فلان الحقنا ويا فلان كذا، تمشي لدجال تقول لي شوف لي الرائحة، ده كله من الشرك بالله تعالى. تحلف بغير الله سبحانه وتعالى، تتشاءم بالأشياء وهكذا. واليأس من روح الله، والروح أحيانا يأتي بمعنى الراحة، وأحيانا يأتي ويراد به ما يرحم الله به العباد، يراد به رحمة الله سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح يعني راحة، يعني المقرب لما يموت بعد دمش للراحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. والأمن من مكر الله، هذه أيضا من الكبائر. طيب، فيه مسائل في هذا الباب، وأيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه: الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فيه مسائل في هذا الباب: الأولى تفسير آية الأعراف أفأمنوا مكر الله، الثانية تفسير آية الحجر ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، والرابعة شدة الوعيد في القنوط. شدة الوعيد في من أمن مكر الله أنه من القوم الخاسرين، إلا القوم الخاسرون، وشدة الوعيد في القنوط أنه من الضالين، إلا الضالون.